أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار ورهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يا يصدون عن سبيل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله
اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة فلا تظلموا إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض
منها أربعة حرم إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ذلك الدين القيم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يضل به الذين
كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم إن زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله إنما النسي زيادة في الكفر كفروا يحلونه
ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إذا قلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يا لكم وانفروا في سبيل الله
نزلتم إلى الأرض ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض
فقد نصره الله. فقد نصره الله إلا تنصره فقد نصره الله فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إلا تنصروه فقد نصره الله فقد نصره الله إلا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني
اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وهيئه وأيده بجنود لم تروها كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا إلا تنصره فقد نصره فقد نصره الله إلا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى الله العليا كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إلا تنصروه
فقد نصره فقد نصره الله إذ أخرج الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن فأنزل الله سكينته عليه وهيده وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عليم حكيم صدق الله العظيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الرجل الثاني بعد حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبي بكر الصديق وصاحب رحلة الغار والحرس الجمهوري الأول لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا أبي بكر الصديق والذي أنزل الله فيه قرآنا يقرأ إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فقال والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب هذه التلاوة المباركة والتي كانت تتشنف لها الأذن للاستماع إليها من ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقار الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح فضيلة القارئ الدكتور محمود محمد صابر. وقد نقلت لحضراتكم هذه التلاوة المباركة عبر أثير موجاتنا الصوتية والإنارة الكهربائية حق درويش السيد درويش بكف صف سرادق المقام إحدى مخازن أولاد عباس إدارة المعلم عباس بكف صف واجب ضيافة محمد حافظ بالبوردية كف صف كريمة بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم في هذا العزاء. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذا هو سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الرجل الثاني بعد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزل جبريل عليه السلام في يوم من الأيام وقال لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله قل لأبي بكر هل أنت راضي عن ربك كما راضي ربك عنك. سيدنا أبي بكر الصديق والحق تبارك وتعالى يقول وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ولكن سيدنا أبي بكر الصديق هو الرجل الوحيد الذي لا ينشر له ديوان ولا يمر على الصديق.